من أهم مميزات دانوب العقارية إنه بتقدم شقق مفروشة، بس كيف يعني مفروشة؟ تعالوا أفرجيكم. المدخل على سبيل المثال فخم فخم فخم، عنا الحائط والمقعد مصنوعين من أفضل أنواع الجلد، وعنا مراية برونزية بتضيف فخامة ولا أروع، وطبعاً عنا المطبخ بتحول من مطبخ مفتوح لمطبخ مسكر بس هيك. وطبعاً استخدمنا بالمطبخ أفضل أنواع الرخام، وهو رخام بولاكس الأبيض، وهو من أفضل الرخامات المستخدمة في عالم المطابخ. وهلأ عنا طاولة الصفراء المصنوعة من رخام الماريجوانا والمعروف بجودته العالية وجماله وأناقته الصراحة، والطاولة بتوسع لأربع أشخاص. وهلأ نحن بغرفة المعيشة المعروفة بالصالون أو بالصالة حسب لهجتكم وكيف بتحكوا لها. وطقم السوفا عنا مصنوع من أفضل أنواع الجلد وأفضل أنواع الخشب، وتصميم صدقاً ما رح تلاقوه بأي مكان بالسوق. وغرفة المكتب عنا مصنوعة من خشب الجوز، واللي هو أفضل أنواع الخشب في عالم المفروشات. وهلأ نحن بغرفة النوم الرئيسية، والصراحة أنا بحب شغلتين كتير بهالغرفة، واحد الإطلالة شغلة الثانية، وهي الووك إن كلوزت يلي بتوفر لك المساحة لكل أغراضك. هذا المشروع هو دايموندز باي دانوب، وعلى فكرة هلأ صار فيكم تدفعوا 0.5% بعد الهاند أوفر. يعني شو؟ بعد ما تستلموا الشقة بتكملوا دفع، بس بدال 1% 0.5%.